السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. ما أفضل طرق الوقاية من فيروس كورونا الجديد NCoV-2019؟ إيه هو بالضبط فيروس كورونا الجديد؟ وما هي أفضل طريقة لحماية نفسك من العدوى؟ لقد تحققت من المعلومات من المراكز العلمية العالمية عما هي أفضل طرق الوقاية من فيروس كورونا الجديد، وعما إذا كانت أقنعة الوجه تحقق لك الحماية الكاملة، وما الذي يجب عليك فعله بدلا من استخدام تلك الأقنعة. بداية، فيروس كورونا الجديد هو أحد فيروسات كورونا، وهي مجموعة كبيرة من الفيروسات تسبب تقريبا ربع حالات البرد العادية اللي هي الكومن كولد، وجميعها يسبب التهاب الجهاز التنفسي بدرجات متفاوتة في الشدة، بمعنى إن الإصابة ممكن تكون بسيطة جدا وتنتهي خلال أيام، وممكن تكون خطيرة جدا قد تؤدي إلى وفاة المصاب. قبل معرفة أو اكتشاف فيروس كورونا الجديد، كان هناك 6 أنواع معروفين لينا، منهم 4 أنواع تسبب حالات البرد العادية، واثنين منهم الخطير. واحد منهم سارس الذي سبب وباء سنة 2002 وسنة 2003، وأدى إلى إصابة حوالي 8000 شخص ووفاة ما يقرب من 800 مصاب. والآخر هو ميرس الذي تسبب في وباء في الشرق الأوسط عام 2013، وتسبب في إصابة ومقتل أكثر من 35% من المصابين. والآن بعد اكتشاف فيروس كورونا الجديد بقوا 7 أنواع، واللي تم الإعلان عنه وإعطاؤه الاسم NCoV-2019 في 21 يناير 2020. الفيديو ده عن أهم طرق الوقاية، ويمكن الكلام بنعيده لأهميته لأن يبدو لي أن أغلب الناس يتبعون الأسلوب الخطأ في التعامل مع هذا الوباء الجديد، كعادتهم عند التعامل مع غيره من الأوبئة. الرعب والذعر بسبب ما ينشر في وسائل الإعلام من معلومات غير دقيقة وغير علمية، بسبب كل ده يقع أغلب الناس في أخطاء مشتركة، ولو تجنبناها كان أفضل للجميع. السؤال اللي بيطرح نفسه هنا بعد الممارسات الخاطئة، هل لابد من لبس قناع الوجه اللي هو الفيس ماسك؟ الإجابة المختصرة هي عدم لبس الماسك إلا في حالات معينة فقط. والسؤال هنا لماذا؟ هل لبس الماسك غلط ولا له أضرار؟ لبس الماسك ليس له أضرار صحية بالطبع، لكن تهافت الناس على استخدام الماسكات بدون حاجة أدى إلى سحب المخزون من السوق، ولم يعد متوفرا في معظم منافذ البيع. أي إذا جاء وقت لا قدر الله وانتشر الفيروس في منطقتك وكان لزمن عليك لبس الماسك، فلن تجده في الأسواق، لأنك باستخدامه بدون حاجة وبشكل مفرط انتهى من الأسواق. من ناحية تانية، يوجد ضرر غير مباشر، وهو لبس الماسك يعطيك ثقة ما زايدة عن اللزوم تجعلك تتصرف بدون حرص، فتذهب إلى الأماكن المزدحمة جدا والأسواق بدون أي حاجة، وتدخل مستشفيات لزيارة مرضى وكان من الممكن تجنب كل ذلك، مع العلم بأن الماسك لا يحقق حماية كاملة لك، فأنت بذلك تعرض نفسك لخطر العدوى. أضف إلى ما سبق أن قناع الوجه العادي لا يحقق حماية، لأنه يسمح بوصول الفيروس إلى مناطق من الوجه، مما قد يسمح بالعدوى، والاستخدام الغلط أمر آخر يضاف إلى عوامل الخطورة. إذن ما هي أفضل طرق الوقاية؟ أفضل طريقة للوقاية هي أن أنت تستخدم الفراسة بتاعتك والنباهة، وما نسميه بالكومن سنس، يعني استخدم نفس الطرق اللي بتستخدمها للوقاية من البرد والإنفلونزا العادية، وهي ملخصا كده وبسرعة: غسل اليدين بالماء والصابون كذا مرة في اليوم، عدم التواجد في الأماكن المزدحمة قدر الإمكان، عدم لمس الوجه باليدين، مسح الأماكن المحتمل تلوثها بالكحول، عدم الاختلاط بشخص مريض، لبس قناع الوجه الماسك عند التواجد في أماكن مزدحمة أو عند زيارة المرضى. إذا كنت تشك أنك تعرضت لاحتمال عدوى، فعليك بعزل نفسك لمدة 2 أسبوع، وإذا ظهرت عليك الأعراض فأسرع إلى المستشفى.
بكده احنا وصلنا لاخر الفيديو. اذا كان الفيديو شايف يعني انه مفيد ليك وتحب دايما يجي لك اختراض بسرعه بخصوص الفيديوهات الجديده، اعمل اشتراك اذا كنتش مشترك، ويا ريت تعمل لايك، وبرضه لو شايفه مفيد لناس تانية ابعتوا ليهم، اعمل شير عن طريق الفيسبوك او عن طريق التويتر او اي حاجه. واشكركم والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.